وزير العمل إطلاق 5000 قرض الأسبوع الحالي للعاطلين عن العمل. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق والوظائف. قبل البدء بتفاصيل الفيديو، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. حيث قال وزير العمل عادل الركابي في حديث خاص أدلى به للصباح أن القروض ستطلق في عموم محافظات البلاد وبما يسهم في تنمية المشاريع الصغيرة في البلاد، وأضاف أن وزارته تتجه إلى تنفيذ برنامج للنهوض بواقع الأسر ممن هي دون خط الفقر بغية شمولها برواتب شبكة الحماية الاجتماعية من خلال اللجان الميدانية التي تزور المناطق الفقيرة. وأفصح الركابي بهذا الشأن عن شمول 2000 أسرة من محافظة المثنى ممن هي دون خط الفقر برواتب الشبكة، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجان المختصة بالوزارة إلى المحافظات تتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط للوصول إلى الأسر الفقيرة لضمان شمولها برواتب شبكة الحماية. في سياق آخر، أكد وزير العمل تكثيف دوام موظفي الوزارة على مدار 24 ساعة لإكمال شمول أكبر عدد ممكن من المتقدمين على منحة الطوارئ التي يفترض أن توزع فور إكمال مقاطعة البيانات الخاصة بالمتقدمين. متابعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.